متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويومكم سعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموضوع الجديد. بعدما اتصل بنا أحد الساكنة اللي كاين في دوار ولاد شريف جامعة بروس إقليم الرحمنة، قبل ما نطرق لهذا الموضوع وندخلوا للتفاصيل باش تشاهدوا التصريحات ديال المتضرر، غنتكلموا على الجامعات الترابية ونذكروا بأن الجامعات الترابية كتضم في الجامعات والعمالات والأقاليم والجهات، واللي كنعرفوا كاملين الدور ديالها اللي هي الجامعة داخل دائرتها الترابية اللي كتوفر خدمات القرب للمواطنين. خدمات القرب هي الخدمات اللي كنحتاجوها اليومية ديالنا، هادشي علاش الجامعة كتمارس اختصاصات محددة. ومن اختصاصات ديال الجامعة مثلا الإنارة العمومية، النظافة، جمع النفايات المنزلية، الأسواق الجامعية، والمحطة الطرقية، وزيد وزيد وزيد. كمل ما تشاهدوا تصريحات ديال أحد واحد من الأبناء ديال الساكنة المسمى خالد العزوزي اللي تعرض حسب قوله الحقرة كما كيقول في التصريح ديالو من طرف المجلس الجماعي، اللي كيطلب سائق ديال سيارة الإسعاف باش يوصل له الابن ديالو للمستشفى لأنه ولده مريض بأمراض نفسانية، ولكن كل مرة كيقول له اليوم غدا اليوم غدا، وكيرميه بربع أيام خمس أيام سيمانة. وسبب هذا التماطل هو الاقتصاد على مادة الغازوال، في حين أن سيارة الجماعة اللي كتنقل بها الرئيسة كتخدم لمصالحها الشخصية، واللي كتحرق آلاف بل ملايين من الدراهم من الغازوال بدون حسيب ولا رقيب. وسيارة الإسعاف موضوعة في خدمة المواطن، كيتم الحرمان ديالو منها بدعوى أن الرئيسة كتقتصد في حرق الغازوال. وأنا كنتحدى شي واحد يقول لي هذا الكلام ما كاينش، وكنطالب من المسؤولين يطلعوا على الفواتير ديال الغازوال والميزانية الموضوعة لتغطية التنقل والمقارنة ديالها بما حققته الرئيسة من إنجازات، وتما غادي يظهر لنا الفرق الكبير بين الكمية الهائلة من المحروقات لسيارة الجماعة وبين ما حققته الرئيسة بهذه التنقلات. متابعينا الكرام، غادي نخليكم مع تصريح ديال خالد العزوزي ونرجع لكم. السميه ديالك عافاك؟ السميه خالد العزوزي. العزوزي خالد العزوزي، اش من دوار هذا؟ ولاد شريف. ولاد شريف، احكي لنا اشنو هو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي هاد الدري هذا هو مريض، مشينا علمنا رابيرانس صاب، مشي عند القايد، وانا فقير ما عندي حتى حاجه باش نمشي. مع من هضرتو؟ هضرنا مع داك اللي صب رابيرانس، قالك انا ما نديكش الا مشيت دي عند القايد، شديتي ورقه، قالت لي الرئيس انا ما جابلك ورقه ما غاديش تديه. اش من جامعة؟ جامعة البلاد شريف، جامعة اللي في الخميس. اي جامعة اللي في الخميس بروس، وتكرفس لنا السيد راه 20 يوم هو قاعد هنا فين تيموت حتى واحد مرة، اليوم يجي غدا يجي اليوم يجي غدا يجي، قالت لهم تا يعطيكم شي ورقة تجيبوهم عند القايد اللي راه غادي يديوه، باقي واقف على رجلي ما يمشيش، واقف على رجلي خاص يمشي يديه طايح، ما يكونش واقف يمشي طايح. هذا السيد تيطيح اللي بغى يمشي. هاد الكلمة قالها شكون قال لكم هادشي؟ قال انا داك اللي صب لابيلانس، عبد الكبير داك اللي صب لابيلانس هو اللي قال لك انا راه ما نديش. إذا ما كان طايح قالت لي الرئيسة ما نديش. تا يكون طايح. كيفاش طايح زعما شنو طايح؟ طايح زعما غادي طايح خاصنا نهزوه من الدار طايح ما يمشيش على ما واقفش على رجلي، خاص ما يكونش واقف على رجلي. يعني انسان ما يمرضش ما يضرش له جاع ما ياكلش تسمم. ما يديه ما طايح ما بغاش يديه، قال لك واقف. طايح طيح هو اللي بغا يديه، والسيد راه مريض راه ضرب ويش راه ما حتى حاجه ما غادي يدير.
والحاله ديالو كي دايره هو؟ كيبان لي عادي. الحاله ديالو راه مريض مسكر راه عادي، ولكن راه في السبيطار راه يداو راه قاعد تيموت انا هادي. راه قاعد تيموت مسكين هنا راه هو يعاود لكم يتهواني راه مكرفس هو. واخا يقدر يتكلم؟ يقدر يتكلم عطيه؟ يتكلم قول اويلي. قرب قرب شويه قرب شويه قرب. قرب اشنو شنو شنو المشكل اللي عندك؟ اشنو المشكل اللي عندك؟ مريض تنحس مابقاش عندي جهد. اشنو واش الراس ولا شنو؟ الراس وكل شيء. فاش كنت على الاول صافي عادي كنت فيها. كنتي عادي في الاول؟ في الاول ما كنتش بحال ما كنتش انا بحال. كان صحيح تيكرا لعب كورة تاعي مع الدراري لكن قدر عليه الله تعالى. واخا عطي عطي الوالد. خالد اشنو اشنو المطالبة ديالكم؟ شنو كتطلبوا انتم من الناس المسؤولين اللي كيشوفوا فيكم؟ كنطلبوا منهم يجيبوا لنا ولادنا يداويوهم راه قاعدين هنا ما عندنا باش نقضيو الغرض راه والو راه ما كان باش نديو. واش هما هذا هو طبعهم ديما كيديروا هكا ولا غير معاكم انتم؟ راه ديما هذه حالتهم مع اي واحد باو شي واحد راه تيديو اللي ما عندوش وكذا ما تيديوهاش فيه. هادو تيبان لي بحال باو الرشوة بحال باو الفلوس باو انا ما عندي فلوس. لا 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 سيارات الاسعاف بالمجان. سيارات الاسعاف علاش علاش غيطلب لك الفلوس؟ باش يشري المازوت قال لك انا جيت هنا قال لك ونعاود نولي انا باش على من بنحسب هذا المازوت. المازوت راه ديال الدولة. على من بنحسبو انا؟ واش انا باغي نعطيه الفلوس؟ كل شيء ديال الدولة. ورئيس الجامعة عارف أن الطفل عنده مرض نفسي يعني واقف على رجليه ولكن راه هو غادي من أجل الطب النفسي ماشي طب عضوي. أيه عارف أنه عنده مرض نفسي. أي ما عارف أنت واحد ما عارف ولا الله سبحانه وتعالى. لا هما عارفين أنه هاد الدري راه مرة مرة كيولي عصبي كيضرب كي هو نفسه. راه سولوا عليه ياك سولوا عليه. تيسوق لابيلانس تساول عليه قالوا لي راه تيضرب وتيدير وتيفعل هو ما تيضرب حد عمر ما ضرب شي واحد. هو مسكين بغا يدا ويضربويش ما كاين. يمشي للمستشفى نتاع الطب النفسي. أييه. رسالة الله ينصر سيدنا والله يجرب يشوف من حالنا وصافي. هاد الناس راه حقاره وصافي. هاد الناس راه حقاره واش متعود تقول لي الرئيسه سير جيب الورقه من عند القايد. ام الله بغينا نسير الرئيسه قالت لي سير جيب الرخصه سير جيب هادي باش يمشي. وانا باش بنجيب هاد الرخصه وفين بغيت نمشي فين راه ضعيف انا راه راجل ضعيف مسكين. وتعدوا علينا هاد الناس وكرفصونا ولدي راه 10 ايام هادي هو طايح في الفراش من بيمو. اليوم تجي غدا تجي تقول واحد دافني. ماشي الحقرة هادي راه الحقرة هادي راه هي الحقرة هي دابا خالد المسافة ما بين ما بين هنا ومراكش قل من المسافة من هنا لبعث ما باش تشد انت الورقة من عند القايد. حنا راه مشيت عندهم انايا امس الخميس عند ذاك سامير قال لي القايد ما بقاش يعطي هذيك الورقة. وعلاش صابين عليكم عارف القايد ما تعطيها؟ قال لي اسير ولي ديه راه القايد راه سولته ما بقاش يعطي هذيك الورقة. صيفط لك لومبيلونس؟ ما صيفط لي والو. واش ماشي حشومة؟ واش ماشي عيب؟ واش ماشي عار؟ مزلس جماعي اللي كيتسنى منه المواطن الخير وكيتسنى منه الانجازات وكيتسنى منه المشاريع. جماعه كتعيش واحد الوضع انا والله ما فهمته. العزله لا ما لا طريق لا مشاريع المدير الداخل المواطنين تيغوطوا كطلب الجهات المعنيه بالمحاسبه المجلس تجميد واحد المجموعه ديال المشاريع اللي تبرمجات المبالغ الماليه غير 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 كياخذوها الموظفون الاشباح المكاتب خاويه عندهم قانونهم بوحدهم. تمشي مع تسعود ما تلقى حد، تمشي مع العشرة ما تلقى حد، تسول في الرئيسة مشات للجماع مشات للعمالة للاجتماع، تسول في التقني حتى هو دائما في دائما في العمالة. نهار واحد اللي ما تيكذبوش فيه. يوما عفوا يوما في السيمانة اللي كيقولوا لك الصراحة. وقت ما مشيتي لهذه الجامعة ديال بروس من الاثنين حتى للجمعة دائما اجتماع في العمالة، اجتماع في العمالة، اجتماع في العمالة، الرئيسة اجتماع في العمالة، التقني اجتماع في العمالة. باستثناء أنا هذيك الجماعة وكنشهد عليها.
باستثناء جوج ديال الموظفين في الحاله المدنيه اللي انا كنمشي كنلقاهم وعندهم وقتهم مضبوط. البيضاوي وجمال واليوم اللي ما تكتبوش فيها هي السبت وحد، هذيك ما تكتبوش فيها، هذيك تجي كاع ما تلقى حتى حد من طبيعه الحال، ولكن تجي نهار الجمعه مورا 4:30 ياك تسول لا راس صافي سدينا حتى الاثنين، هادي يجاوبك عليها دغيا يقول لك حتى الاثنين لانه السبت وحد ما كاينه خدمه، ومن الاثنين حتى الجمعه وقت ما جيتي وما لقيتي حتى شي واحد عرف راه في العماله، ما عرفناش حنا علاش كيمسحوا ايديهم في هاد العماله، ما عرفناش علاش كيستحمروا المواطنين، ويجي السائق يقول لك سير جيب لي ورقه من عند القايد، يلا ايوا ايوا اشرحوا لي هذه الكلمه الله يرحم الوالدين، يمشي يجيب ورقه من عند القايد كانه المرض كيصيفط لك ميساج، الا بغيت تمرض كيجيك ميساج ولا كيعيط لك المرض تيقول لك راه بغيت تمرض غدا سير جيب ورقه من عند القايد، لانه القايد راه تيخدم غير توقيت اداري من الى، والقايد فاش غادي يمشي يمشي في حاله لدارو ولا يمشي ينعس خاصني نمشي ندق عليه في الدار ونقول له اجي اعطيني ورقه، شتي استحمار كيدير فاش تهضر معاه تيقول لك هادشي اللي قالوا لي المسؤولين، هادشي اللي قالت لي الرئيسه، انا كنخدم بالتعليمات ديال الرئيسه، عندك الحق تخدم بالتعليمات ديال الرئيسه، ولكن علاش كتستحمروا عباد الله الناس، الناس ما عارفينش كتستغلوهم وكتستغلوا الضعف والهشاشة والفقر ديالهم. لكن متابعينا الكرام ان هناك مجموعه خروقات ومجموعه من المشاكل يعيشها المجلس الجماعي غادي نطرقوا لها بعد ان شاء الله. فكما كنقول للمتابعين الكرام انه موضوعنا اليوم هو سيارات الاسعاف، علاش ما بغاتش تدي هذاك المريض، وما الذي يحمي رئيسة الجماعة ويتوارى خلفها، وكتعرف هاد الجماعة كتعرف واحد الجفاف وأزمة العطش وتساهم بطريقة غير مباشرة وتخلق واحد المنتجع ديال جيتسكي مشروع كبير، وشكون المستفيد وشكون اللي عنده المصلحة الله اعلم، ولكن حنا كنعرفوا الضحيه هو المواطن البروسي هو الضحيه. الغياب ديال المراقبه ديال الميزانيه والحصيله السنويه ديال المجلس الجماعي فين هي اللي كيتضروها السكان؟ واش عمركم شفتوا شي ميزانيه بلا حصيله؟ راه في الدوره ديال المجلس الوحيد اللي كنشوف انايا في المجلس هاد الدورات سواء عادية أو استثنائية، اللحظة فاش كيعرفوا بأن راه جا وسائل الإعلام يبذلوا التغطية الإعلامية للدورات، عاد هما كيبغيو يجتمعوا واش يبغيو هذاك الصحافة ولا ما يبغيهمش، وتيكون هناك اجتماع الموافقون بالإجماع كما كتشوفوا في الصورة، وغالبا تيديروا جمع أو دورة مغلقة، مع العلم أن هناك فصول وسميتو تتكلم في هذا السياق، ولكن لنا عودة إن شاء الله الرحمن الرحيم في فيديوهات أخرى جديدة غنتكلموا على مجموعة من الخروقات ومجموعة من المشاكل اللي كيعيشها هذا المجلس الجماعي. فتحية حب وتقدير ووفاء وإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.